طبعا هناك يعني عند ظهور اي سيستم للبدايه، اي نظام، لابد من مشاكل ومعيقات، ولكن بالامكان تجنبها. يعني عندنا مشاكل في البنى التحتيه، تم التعاون مع وزاره الاتصالات في توفير شبكات الكيبل الضوئي لزياده سرعه حزمه الانترنت، وكذلك هناك مشاكل في يعني بقاعدة البيانات والتعاون مع قاعدة البيانات الكبيرة، أمنية، ترتيب، تنظيم إلى آخره. هذه يتم علاجها وتجاوزها العقبات عن طريق المبرمجين المتميزين. الحقيقة التعامل مع ملف الحوكمة الإلكترونية هو في تفاصيل كثيرة وملف شائك الحقيقة، لكن احنا من باب يعني الالتحاق بالركب العلمي و وصول التطور إلى بلادنا العزيزة والمشي مع ما يعني يرتئيه العالم من باب في مجال الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، احنا يعني يجب ان نهتم بهذا المجال. نظام الحوكمة الإلكترونية عند تطبيق عندما يطبق بالموصل اكيد راح يخدم شرائح مهمة، شرائح الفئات الهشة، الفئات البعيدة اللي ما تقدر تقدم على الدوائر مثلا او شهداء، خاصة محافظة نينوى في حالة تسبنا وتطوير وتنمية، فتحتاج نهضت من الحرب اللي مرت بها، فاكو شرائح مثلا الشهداء، التعويضات، الدوائر الخدمية، الجرحى، تحتاج انه تقدم المعلومات بصوره اسرع وتقليل وقت، تقليل جهد. فهذا الموضوع اكيد راح يخدم كل هذه الفئات، واكيد النتيجه انه هو بواقع نينوى الخدمي والاجتماعي.